طيب وزاره الصحه الحقيقه ايضا كانت طرف في هذا الامر لما وصلتها المعلومات. انا معايا على التليفون الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه. اهلا بك يا دكتور خالد. اهلا وسهلا استاذ خالد، تحياتكم. اهلا وسهلا، قول لي بقى المعلومات وصلت ازاي وانتوا هتعملوا ايه مع هذه المؤسسات الطبيه والناس اللي ده يعني في قامات كبيره يعني رؤوس كانت كنا نظنها من الاخيار. شوف يا فندم، هي الحقيقه دي حمله مكبره عملتها قامت بها هيئه الرقابه الاداريه فجر اليوم. يعني كان معاه حد عن وزاره الصحه علشان مساله اثبات الحاله او ضبط المتهمين، وكان في حد ايضا في نقيب اطباء الجيزه، وكان في حد من مديريه الشؤون الصحيه وهيئه الاسعاف. الحمله دي الرقابه الاداريه دهمت فيها بعض المستشفيات الخاصة، بعضها كل المستشفيات الخاصة الحقيقة بعضها مرخص والآخر غير مرخص. تم ضبط أو تم القبض على أكبر شبكة يمكن لزراعة الأعضاء في مختلف المحافظات سواء القاهرة أو القليوبية أو الجيزة. الحقيقة الحملة تم القبض فيها على أكثر من 40 شخص، منهم أطباء ومنهم تمريض ومنهم سماسرة ومنهم مرضى مشتركين في اتجار الاعضاء. المنشات دي تم غلقها طبعا على الفور وتشميعها بالشمع الاحمر، والاطباء تم وقفهم او ايقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بالنيابه. طب انت هل عندك معلومات الخيط الاول جه منين؟ هل في حد اشتكى؟ هل في حد بلغ؟ هل في حد راح الرقابه الاداريه؟ جات لكم انتوا اي معلومات في وزاره الصحه انه في مراكز بتعمل النوع ده من الجرائم او بتتاجر في اعضاء المرضى؟ شوف يا فندم، هو الحقيقه يعني احنا مجرد انه تم طلب من هيئه الرقابه الاداريه، تم طلب يعني احد موجود او شخص مسؤول من العلاج الحر بوزاره الصحه يكون موجود مع الحمله اثناء اقتحام هذه المستشفيات او دخولها كنوع من اثبات الحاله، يعني الشخص المنوط او الفني يكون موجود فيها، لكن معلومات والله اكتر من كده ما يعني لسه لديه. طب في حاله ما اذا كان هناك اساتذه جامعيين او في كليات او في معاهد علميه مثلا تحت اشراف الحكومه، هل دول هيتعامل معاهم ايه وهم قيد التحقيق؟ هنستنى النتائج ولا هيتفصلوا؟ شوف فندم، هو في احنا في بعض الاطباء المتورطين، في جزء منهم في اساتذه بالفعل جامعيين في جامعه القاهره وجامعه عين شمس، وفي بعض الاطباء في مستشفيات احمد ماهر ومعهد كده، مستشفيات تبع وزاره الصحه. بالنسبه للاطباء التابعين لوزاره الصحه دول بالفعل الاستاذ الوزير اصدر قرار بايقافهم على العمل ايقاف يعني تماما لحين انتهاء التحقيقات بالنيابه. بالنسبه للاطباء الجامعيين فده بيكون مسؤول عن التصرف معهم الجامعه. طيب انت في الاول قلت مستشفيات خاصه وبعد كده جبت سيره مستشفى احمد باهر، يعني في مستشفيات تابعه لوزاره الصحه. خليني بس اصلح يعني ده فهم خاطئ، هو كل المستشفيات اللي تم دخولها اليوم مستشفيات ومراكز خاصه، لكن الاطباء المتورطين في جزء منهم بيعمل في مستشفيات جامعيه وفي الجزء الاخر بيعمل في بعض مستشفيات وزاره الصحه. يعني لكن المستشفيات وزاره الصحه ما كانتش مكان للقيام بهذه الجريمه. لا على الاطلاق كل المستشفيات، يعني هم كانوا بيشتغلوا في مستشفيات عامه لكنهم بيقوموا باعمال الاتجار او الجراحات بتاعت نزع الاعضاء او زرعها في مراكز طبيه خاصه. بالظبط، دي في مراكز طبيه خاصه. طيب المراكز الطبيه الخاصه دي عاده بتخضع لاشراف وزاره الصحه دكتور خالد مش كده؟ طبعا بيبقى في حملات رقابيه مستمره من اداره العلاج الحر او اللي هي المنوطه بمنح التراخيص للمنشات الطبيه الغير حكوميه، وفي نفس الوقت هي المنوطه بمراقبتها، لو فيها اي مخالفات بيتم اعطاء انذار الاول وبعدين غلق المكان وبعدين تلافي المخالفات عشان اعاده فتح المكان ده لو ما كانش فيه حلو يعني. فهي الاداره المنوطه بهذا الكلام هي اداره العلاج الحر، عشان دي حته فنيه تخصهم. تمام. عشان كده النهارده هيئه الرقابه الاداريه اثناء اقتحامها او اثناء دخولها عفوا المستشفيات دي طلبت ان يكون في حد فني بس لمجرد موجود ايه اثبات الحاله ويبقى عارف ده ايه وده ايه، عشان ما يجيش بعد كده يطلع لك اتنين تلاته محامين في القضيه يخربوا لك القضيه اجراءات. بالظبط. بشكرك استاذ الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه.